عبد الجبار ماشي غير صديق ولا راخو، اكبر خويا، اكبر خو عندي هو هذاك 10 ديال 60 عام اخويا، وحنا كنتقلفتو من هنا لهنا. والله الله اخويا، الله اخويا عبد الجبار مشيتي وخليتيني. الله 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 يرحمك ويوسع عليك اخويا عبد الجبار، الله يرحمك ويوسع عليك، اللهم تعالى يوسع عليك يا سيدي اخويا عبد الجبار. ايوا الله يرحمه ويوسع عليه، والله يلحقنا ليه مسلمين، والله يلحقنا ليه مسلمين. الحرقه ديالو عمرها ما تبرى، راه خو مكبر، اكبر خو هو هذاك السيدي عبد الجبار، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. عزانا وعزاكم واحد حبيبي، عزانا وعزاكم واحد في الفنان الكبير الحاج عبد الجبار الوزير، الله يرحمه ويوسع عليه. الله يا وليدي اخر كلمه قال لي، قال لي الحاج كون على بال باللي رحنا غادي نتفرقوا، غادي نتفرقوا، ولكن الفرق ديال الدنيا صعيب. فاش تفرق مع واحد الصديق، واحد الخو، واحد الانسان اللي هو تربيتي معاه وكبرتي معاه من سنة 60، وحنا كنجولو وكنخدمو وكنتعبو باش نصورو لوليداتنا باش يعيشو، اش نقول لك؟ الله يرحمه ويوسع عليه، اكبر فنان، اكبر فنان مغربي هو الحاج عبد الجبار الوزير، الحاج عبد الجبار الوزير اللي ما خليت انا وياه شي محل شي منطقة في المغرب اللي ما زرناها، لا المدن ولا القرى ولا التكنات ولا المعادن ولا اي محل مشينا ليه. واش كاين شي حد في المغرب اللي وصل المسرح لقلد زمور؟ رحنا وصلنا المسرح لقلد زمور، رحنا ما خلينا حتى شي محل في المغرب، مشينا لفرنسا، مشينا لهولندا، مشينا لالمانيا، مشينا للجزائر، ما خلينا فين تعبنا، ولكن اخرها الموت، الموت الموت. الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الاصدقاء، سيدي بلقاس وسيدي كبور وسيدي الشرايبي وسيدي مهدي، هاد الناس هادو كافحت معاهم وكافحوا معايا، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويلحقني ليهم مسلم مؤمن. اللهم تعالى لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم يا حبيبي.